السيد الرئيس، السادة الحضور، أهلا بكم. طفرة تنموية كبيرة حققتها مصر خلال السنوات الماضية منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد. ومن أهم ما تدل عليه هذه الطفرة هي الجهود الحثيثة والخطط والسياسات الواضحة والطموحة التي بدأت مصر في حصاد ثمارها من خلال العديد من الإنجازات في مختلف المجالات والقطاعات. من أهم هذه القطاعات قطاع الصناعة الوطنية، والذي يوليه السيد الرئيس أهمية خاصة لما يمثله هذا القطاع من إسهامات في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة لعلاقته التشابكية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، علاوة على دوره في تنمية التجارة الخارجية والتصدير لجلب العملة الأجنبية وتحسين ميزان المدفوعات. نتشرف اليوم بوجود حضراتكم لافتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، أحد المشروعات العملاقة في مجال الصناعة. فصناعة الأسمدة الأزوتية تعتبر عصب الزراعة وأساس التوسع في الرقعة الزراعية. هذا المجمع هو واحد من أربعة مجمعات تابعة لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بمحافظات مصر المختلفة، ليرتفع عدد الدول التي يتم تصدير منتجات الشركة إليها إلى 56 دولة حول العالم. وقد قام بتنفيذ المجمع تحالف شركتي تيسن كروب الألمانية وبتروجيت المصرية. واليوم وبتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نفتتح 6 مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الأزوتية. وخير بداية آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ خالد الجرحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.